أهلا بكم. لا حديث في الشارع التطواني يعلو عن الحديث عن ذاك المواطن الوزاني الذي يقوم بعرض دراجته العملاقة بشوارع المدينة. المخترع المذكور عاب على السلطات المحلية بمدينة وزان عدم استفادته من محل للصناع التقليديين على غرار بعض أصدقائه، كما تطرق لموضوع الإفراغ الذي جاء في أحد الأحكام الصادرة ضده، وكيف عجز عن الإدلاء بما يشفع له نظرا لظروفه المادية المزرية. المخترع الوزاني تكلم عن ما في جعبته وطموحاته المستقبلية في ميدان الابتكار، فإلى جانب الدراجة العادية العملاقة والتي يعرضها بشوارع تطوان، أكد هذا المخترع أنه سيعرض مستقبلا دراجة عادية تسير فوق المياه، واعد سكان المدينة بقرب عرضها. كما تطرق المخترع الوزاني إلى قيامه باختراع طائرة بمواد بسيطة، وكيف تجاهلته سلطات وزان والغبن الكبير الذي أحس به بعد هذا التجاهل. هذا المواطن الفريد من نوعه صاحب 4 أطفال ناشد المسؤولين المغاربة لمد يد العون إليه والمساهمة في إخراج نماذجه المبتكرة والفريدة إلى حيز الوجود. سؤال يفرض نفسه: لماذا يضيق صدر بعض المسؤولين لاحتضان هذه النماذج البشرية المتميزة من المواطنين المغاربة والذين لا يجدون الدعم اللازم لتحقيق أحلامهم؟ وهل لابد من الخروج في مشاهد مصورة لاستدراج العطف حتى يتم سماع صوتهم؟ المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.